السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة تاع اليوم خاصة بالناس اللي مصابين بانسداد ديال الأنف ديالهم، خاصة حتى الناس اللي كيكون ضربهم البرد، يعني عندهم الزكام شديد. إلا استعملوا هذا البخار ديال الخزامة، هذه الوصفة تاع اليوم فيها واحد المكون وهو الخزامه. كيف ما كتشاهدوا، كاع الناس كيعرفوا الخزامه. طريقه ديال الاستعمال ديال هاد الخزامه هذه، يعني غادي نحتاجوا عيل بخار ديال الخزامه. غادي ناخذ واحد المقدار ديال ملعقتين جوج معالق كبار من الخزامه، ونديرهم في شي اناء، ونخليو الاناء مغلق فوق نار هادئه حتى تبدا في الغليان. ونزولوا هذاك الاناء وناخذوه المكان، يعني بيت مغلق، البلاصه اللي فاش غرفه النوم، ونديروا غطاء على الراس ديالنا او فوطه، ونستنشقوا هذاك الهواء ديال يعني البخار ديال الخزامه، نستنشقوه مزيان. ومن بعد احبائي الاعزاء، هاد العمليه هادي تديروها فاش تبغيو تنعسوا، يعني تحت وقت النوم عاد يمكن لكم تستنشقوا هذا البخار هذا باش ما تعرضوش للبرد. الا استعملتوا هذا البخار هذا ديال الخزامه، غادي تلاحظوا بان التنفس ديالكم تسرح، وانسداد ديال الانف تخلصتو منه نهائيا. هذه الوصفه هذه خاصه بالناس يعني اللي مصابين بالزكام وعندهم انسداد ديال الانف، خاصه فصل الشتاء اللي كيتصابوا فيها الناس بالزكام الشديد وكيتسدوا لهم النيوفه ديالهم. هذه الوصفه هذه يمكن لكم تستعملوها حتى الاطفال ديالكم، يعني غير مضره. استنشاق البخار ديال الخزامه فهو مفيد بالنسبه للجسم ديالنا. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا الطريقه هذه ديال استنشاق البخار ديال الخزامه. واللي بغى طريقه اخرى، يعني يمكن ليه يقطع البصله الى اطراف صغيره يشلضها ويديرها حدا النيف ديالو باش يستنشق الرائحه ديال البصل، حتى هي كتساعد بزاف في فتح انسدادات الانف، خاصه الناس اللي مصابين كيف ما ذكرت لكم، اللي مصابين بانسداد الانف بسبب الزكام، او الناس اللي عندهم مثلا الناس اللي عندهم حدا النيف ديالهم ناشف ليهم بزاف، يعني مصاب بواحد الجروح، يمكن ليهم يدهنوا النيف ديالهم يوميا بزيت الزيتون. فاش يبغيو ينعسوا يدهنوا بزيت الزيتون، حتى هي كتسهل عمليه التنفس وكتسهل حتى البشره ما تبقاش جافه بزاف بالنسبه للناس اللي ضربهم البرد. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش عليا التشجيعات ديالكم، وكنتمنى منكم ايضا انكم تنضموا لي القناه وتشجعوني بلايك باش دائما نوصلكم الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.